أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية باستمرار معارض أهلا رمضان لما بعد الشهر الفضيل لفترة كافية، وذلك بهدف مساعدة المواطن على تحمل الأعباء خلال تلك الفترة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لأهلا رمضان، والذي يستمر حتى 31 من مارس الجاري، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. المعرض ده على مساحة 12,000 متر، فيه أكتر من 165 شركة بتعرض السلع بأسعار زي ما قلت في متناول كل المواطنين. ويمكن الحقيقة أنا براجع مع معالي الوزراء واتحاد الغرف حجم المنافذ اللي إن شاء الله هتكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وهتقترب من 8,000 منفذ يعني قبل بداية شهر رمضان إن شاء الله، وكلها بتعرض الأسعار والسلع بنفس الأرقام اللي احنا بنشوفها جوه. ويمكن يعني امبارح طبعا لما حضراتكم يعني كنا متشرفين بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وأكد سيادته على أن الحمد لله الدولة المصرية لديها مخزون كافي من السلع اللي يكفينا أن احنا نتحرك ونتيح السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة دي. ويمكن توجيهات سيادته مش فقط ان احنا نكتفي بشهر رمضان، ولكن توجيهاته ان احنا كمان نستمر بعد شهر رمضان لفترة كمان كافية علشان نقدر ان احنا نساعد المواطن في تحمل الأعباء في هذه الفترة.